المدرسة نشوف مكونين ما يطلعش نجيب طلع دخان. على أي مدرب الطفل الأهلي والزمالك يبقى لاعب مباراة قضية تماما. لو الأهلي والزمالك يبقى هو أهلاوي ده المفروض. بعدين هنستنى لكم مقاطع في الفيديو وبعد كده بكمله في فيديو تاني. العالم كله بتاعك عندنا يعني اعملوا لايك وشير. شاركوا مدات كتيرة. هي 5 دقايق بالظبط متتستوش هي حلوة يعني وهيبقى فيها صوص برضه حلوة قوي. يبقى حمص رمل يبقى ناس كتيرة جدا حافظوا على الرموز عشان تبقوا مثال للشباب اللي جاي. بسم الله اصلا الاكلة دي تحفة وهتعجبكم جدا وهعمل لكم اكلات كتير قوي على القناة بتاعتي. وانا جربتها قبل كده عشان كده عجبتني فرحت عملتها لكم برضو في القناة قلت لكم تعجبكم انتوا كمان هعملكم اكلات جديدة وصحية جدا هعملكم كمان سلطات. طبعا الجو برد جدا عشان احنا في الشتاء وماما كانت نايمة وبابا هو اللي كان قاعد وانا كنت قاعدة فجعت فقلت بابا تعالى صورنا عشان يبقى اول فيديو في القناة بتاعت مكرونة عشان يتعجبكم جدا. انا جربتها مرتين ثلاثة كده بس كانت جميلة وأكلت جميلة جدا. مش ان شاء الله نبدا نسمع كده. بس انا اخواتي نايمين محمود ساكتة وانا مش عارفه اصحيهم ولا ما اصحيهمش عشان ياكلوا معانا فاكتبوا لي كومنت اصحيهم ولا لا. لو عايزين نصحيهم اكتبوا لي كومنتات واعملوا لايك واشتركوا في القناه. مساء الخير على حضرتك يا كابتن سيف وعلى كل الساده المشاهدين. يمكن زي ما حضرتك بتقول الرموز بتبقى شيء مهم جدا. يمكن النهارده النموذج اللي معانا كابتن سيف الكابتن عاطف عبد العزيز. يا مريم هو كده لسه المكرونه هغطيها وارجع لكم بعد ما غطيتش البخار يسويها. بصوا يا دلوقتي عماله تطلع بخار من ناحيه ثانيه فانا قلت هشوفها استوت ولا لا. طبعا هي باين عليها جدا ان هي مستويه من غير ما اعمل اي حاجه هي مستويه وجاهزه خلاص. خلصنا المكرونه بتاعتنا جميله قوي هرجع لكم بقى بعد ما احطها في الطبق واوريكم منظرها جميل اللي بعمل ازاي. بس ادخل جوه النادي مش عارف اشتغل يبقى عندك تحمل جميل قوي وطعمها اجمل. اتمنى ان الناس تحس بالكلام ده. كده يا شباب كلنا وهنكون كده خلصنا الفيديو النهارده. بس عايز اقول لك سبسكرايب ان شاء الله باذن الله. الاكله دي عجبتكم ولا لا؟ اخواتي طبعا بابا قال ان هم نايمين ما ينفعش يصحوا عشان هم بكره عندهم درس. اولاد النادي بيقدروا يجيبوا صفقات كويسه ان شاء الله باذن الله الفتره الصغيره دي من حياه